السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير إدارة الأعمال المهني، MBA Master of Business Administration. قبل ما نتكلم عن الماجستير المهني في إدارة الأعمال، خلينا نتكلم عن الماجستير عموما. الماجستير هو درجة علمية تقدر تحصل عليها بعد البكالوريوس. خليني أقول لك الأول إن عندنا في مصر في نوعين أو شكلين من الماجستير، وهم اللي هنتكلم عليهم. الماجستير الأكاديمي، وده بيكون للتخصص بس، يعني لو أنت خريج كلية تجارة فتحضر ماجستير في المواد التجارية فقط، لو أنت خريج كلية الحقوق فتقدر تحضر ماجستير في المواد القانونية من كليات الحقوق بس، لو أنت خريج كلية صيدلة تقدر تحضر ماجستير من كلية الصيدلة فقط في المواد اللي أنت أخدتها في البكالوريوس، وهكذا بالنسبة لباقي الكليات. يعني ما ينفعش تبقى خريج كلية هندسة وتروح مثلا تحضر في كلية الصيدلة، ما ينفعش تكون خريج كلية الحقوق وتروح تحضر ماجستير في كلية الهندسة. يعني انت درست في الكلية مجال معين، هو ده بس اللي انت تقدر تاخد فيه او تحضر فيه درجة الماجستير، وبيديك الحق انك تكون محاضر وتدرس سواء في الجامعات الحكومية او الجامعات الخاصة او في المعاهد او غيرها. ده بالنسبة للماجستير الاكاديمي، وده الفرق الاشهر والاهم بينه وبين الماجستير المهني عموما. طيب الماجستير المهني في ادارة الاعمال، اي حد حاصل على بكالوريوس يقدر يقدم علشان يحصل على الماجستير المهني في إدارة الأعمال. يعني مش شرط إن هو يبقى خريج كلية التجارة، مش شرط إن هو يبقى تجاري. يعني لو أنت خريج كلية الصيدلة أو كلية الهندسة أو كلية الطب أو كلية الحقوق أو كلية التربية أو غيرها من الكليات، فأنت تقدر تقدم علشان تحصل على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال. طيب هو مهم انك تدرس ماجستير ادارة الاعمال؟ اه طبعا مهم، مهم قوي كمان، وده لاسباب كتير، منها انه هو فعلا هينمي مهاراتك ومعرفتك الادارية، وطبعا هيفيدك في شغلك وحياتك. خلي بالك ان مهما كانت الكلية اللي انت متخرج منها زي الهندسة او الصيدلة او الطب او التربية او العلوم وغيرها، بتشتغل في بداية حياتك بالناحية الفنية اكتر، وكل ما بتمر السنين في شغلك بتلاقي ان الشغل الفني او الجانب الفني بيقل وبتزيد الناحية الإدارية. يعني مثلا لو انت خريج كلية صيدلة واشتغلت في مصنع، فدورك في البداية بيكون انك فني، بعد كده بفترة بتلاقيك مسؤول مثلا عن إدارة خط إنتاج أو إدارة قسم معين أو إدارة قطاع معين، وبالتالي الناحية الفنية بتقل أو احتياجك للناحية الفنية بيقل، وبتزيد الناحية الإدارية، بيزيد احتياجك للناحية الإدارية والمعرفة الإدارية. كمان في وظائف بيكون لها علاقة بالناحية الإدارية مباشرة جنب الناحية الفنية، زي مثلا لو أنت خريج كلية الصيدلة وشغال مندوب مبيعات، فهنا ضروري جدا إنك تبقى عارف ودارس إدارة وطبعا مبيعات. وبرضه لو أنت مثلا مهندس وشغال في خدمة عملاء المركز سيارة، برضه لو انت مهندس وشغال في خدمة العملاء لمركز صيانة سيارات مثلا، فانت في نفس الوقت بتحتاج الناحية الفنية وكمان بتحتاج الناحية الإدارية والجزء بتاع خدمة العملاء. تخصصات ماجستير إدارة الأعمال كتير جدا، منها على سبيل المثال تخصص التسويق، تخصص الموارد البشرية، تخصص الإدارة المالية اللي هو تخصص التمويل، تخصص إدارة المستشفيات، وتخصص الأسواق المالية، وتخصص وتخصص الأعمال الدولية، وتخصص المصارف، وتخصص إدارة نظم المعلومات الإدارية، وغيرها كتير من التخصصات اللي أنت ممكن تدرسها تحت مسمى ماجستير إدارة الأعمال. لكن عايز أقولك إنك ممكن ما تلاقيش بعض التخصصات اللي أنا قلتها دي موجودة في مصر دلوقتي. طب إيه الأماكن اللي أنت تقدر تاخد منها درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال؟ عندك غالبية كليات التجارة في الجامعات الحكومية بتمنح درجة ماجستير إدارة الأعمال. عندك كمان الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عندك الأكاديمية البحرية، عندك أكاديمية السادات، وكمان عندك مركز إعداد القادة. دول تقريبا أشهر الجهات المعتمدة اللي بتمنح درجة ماجستير إدارة الأعمال في مصر. خلي بالك إن الجهات دي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. هتلاقي أماكن كتير بتدي نفس الدرجة العلمية ولكن هي مش معتمدة، فلو أنت بتدور عن فرصة شغل للعمل جوه مصر يبقى الاعتماد مهم جدا بالنسبة لك، بجانب طبعا الخبرة والمعرفة والمهارة اللي انت هتكتسبها من دراسة الماجستير.
تقريبا مدة الدراسة بتكون سنتين حد أدنى، ونظام الدراسة بيختلف من مكان للتاني من الأماكن اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. تقدر تتواصل مع الأماكن دي واللي هسيب لك أسمائها في وصف الفيديو وتسأل عن الشروط والأسعار. طيب إيه المواد اللي أنت بتدرسها بقى في الماجستير؟ لو أنت مش خريج كلية تجارة بتدرس مواد أساسية زي مبادئ المحاسبة، مبادئ الاقتصاد، مبادئ إدارة الأعمال والإحصاء. بعد كده بتبدأ تدرس مواد متخصصة أكتر، ودي مواد كل الطلبة بتدرسها سواء كنت من خريجين كلية التجارة أو من غير خريجين كلية التجارة، يعني تقدر تقول ده تمهيدي الماجستير. والمواد دي زي مثلا التمويل، السلوك التنظيمي، الإدارة الاستراتيجية، طرق ومناهج البحث، إدارة الأعمال الدولية، إدارة الجودة، وغيرها من المواد اللي بتختلف برضو من مكان للتاني على حسب الجهة اللي انت بتدرس فيها. وكمان الدراسة بتكون باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية حسب اختيارك. بعد كده بتكرر الخطوة اللي انت هتتخصص فيها وبتبدأ تدرس مواد التخصص. مواد التخصص زي ما قلنا الأقسام بتاعة التخصص اللي احنا لسه قايلينها فوق في أول الفيديو، تقدر تدرس ايه المواد بتاعة التخصص اللي انت قررت تبدأ تتخصص فيها. كمان في بعد كده بتكون المرحلة الأخيرة، وهي دي مش موجودة في كل الأماكن، في أماكن بتتطلب منك إن أنت تعمل رسالة، وفي أماكن بتتطلب إن أنت تدرس عدد مواد معين. شروط الرسالة بتكون مختلفة من مكان للتاني على حسب المكان. أتمنى لك إن أنت تكون استفدت من الفيديو ده وعرفت إيه هو الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA Master of Business Administration. ربنا يوفقك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.